راح نتحدث اليوم عن اكتشافات غيرت العالم، أهمها مستحضرات التجميل. بذل المسلمون في العصور الوسطى كل الجهد للعناية بمظهرهم فضلا عن نظافة أجسادهم، وحتى خصص الأطباء كتبا لذلك، ومن بينهم الجراح الذي تحدثنا عنه سابقا الزهراوي في قرطبة في جنوب إسبانيا، اشتمل كتابه الطبي اللي هو التصريف لمن عجز عن التأليف فصلا كاملا عن مستحضرات التجميل، فكان أول كتاب إسلامي بحث منذ 1000 عام في علم التجميل. وصف الزهراوي العناية بالشعر والجلد والفم وغيرها من أجزاء البدن، وبحث في كيفية تجميلها ضمن حدود شرع الإسلام، كما شرح في طرق تقويم اللثة، تبييض الأسنان، تضمن الكتاب أيضا مراهم الفم، مضامض الأنف وغيرها الكثير من الأمور. دعوني أقول لكم أن هناك اختراعات إسلامية في هذا الشأن، مثل الحناء على سبيل المثال، ومنها ما استوحي من فرشاة الأسنان وهو المسواك. المزيد